رضيت وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب البقاء على نفسه وأوجب الفناء على خلقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سبق وقد بينا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وقد دعا الناس إلى عبادة الله وأن يوحدوا الله عز وجل وعرفهم بربهم وبخالقهم سبحانه وتعالى. ومن تأمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. هذا في بداية الدعوة، بمعنى أن هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كانت هي أصل الأصول التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن هذه الكلمة العرب قديما، سواء كانوا العرب الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من الأعراب وأصحاب البوادي والقرى وما إلى ذلك، فهموا وفقهوا معنى لا إله إلا الله. لكن في عهدنا هذا هناك دكاترة وهناك كثير من طلبة العلم لا يعلم ما معنى هذه الكلمة ولا يفقه ما معنى هذه الكلمة ولا يدري ما معنى هذه الكلمة الطيبة وهو يقولها. ولذلك هذه الكلمة هي أصل التوحيد، تضمنت نفي وإثبات، أن تنفي العبادة عن غير الله عز وجل، سواء كانوا هؤلاء أرباب أو سموا بآلهة أو بأي صفة كانت، وأن تفرد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. أن تفرد الله عز وجل بالعبادة والطاعة بمعنى أنك لا تعبد إلا الله ولا تطع إلا الله عز وجل ولا تطع إلا من يطع الله عز وجل، وأن تجعل الله عز وجل كما أنك تعبد الله في الصلاة وتعبد الله بالصيام وتعبد الله عز وجل بالزكاة وتعبد الله عز وجل بالحج، فهذه العبادات لا تختلف عن أنك تعبد الله عز وجل بالحكم والتشريع، بالسلم والحرب،
في التجارة وفي المعاملة وفي غير ذلك من الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما الفائدة أن تقول محمد رسول الله إذا كنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتخالفه في التشريع والحكم والسياسة والثقافة وال... إذن أنت لا تجعل محمد رسول الله. حينما تقول محمد رسول الله بمعنى أنك تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أنك تقول أنني لا أتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتبع غير الرسول ولا أعمل إلا ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوتي، هو إمامي، هو الذي يشفع في يوم القيامة. ولذلك أنت تعلم جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنلحق إلى باب، تكلمنا على باب الشفاعة أذكر، تكلمنا أعتقد أننا تكلمنا على مسألة الشفاعة، شفعنا فيها نعم. الشفاعة نعم. فيها ذكرنا ذلك، لأننا خرجنا من مسألة الشفاعة ودخلنا إلى المسألة التي تتعلق بموانع التكفير، ووصلنا عند مانع الإكراه. طيب، إذن أنت حينما تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك وهو إمامك وهو من تقتدي به، هو من تقتدي به. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم لا يقلد بعضهم بعض، كان لا يقلد بعضهم بعض، فأحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة صلى كما رأى النبي، والآخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير ما صلى في المرة الأولى يأخذ به ويظن أن النبي فعل ذلك فقط. ولذلك تجد في كتب الفقه العلماء يختلفون في صفات الصلاة في أشياء كثيرة، لأن صحابي صلى صلاة بصفة وصحابي آخر صلى بصلاة بصفة أخرى، فبعضهم يظن أن هذا ماذا؟ هذا تعارض. واحد يلا رقية إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الجميع أخذ منه العلم، أخذوا منه العلم شفاعة، سواء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قال عليه الصلاة والسلام وأمر. طيب، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحدنا واقفا، هذا حديث، هذا الحديث صحيح. العلماء أخذوا بهذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ماذا؟ واقفا على الإطلاق، حتى يروى أن الصديق رضي الله عنه شرب ثم تقيأ لما علم الحديث. لكن هناك أحاديث أخرى وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أحد الصحابة وهو يشرب ماذا؟ واقفا في حجة الوداع أو في حجة الوداع. فاختلف العلماء هل يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نهي وهنا أنه فعل ذلك. بعضهم يقول هذا من خصائصه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب واقف أو يشرب جالس أو هذا يجوز له، أما لغيره فقد نهاه عن ذلك، هذا قول. ولكن الذين قالوا أنه يجوز ذلك عللوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه فعل ذلك على المنبر، وثبت كذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منه علي رضي الله عنه وكذلك شرب على المنبر. إذن قالوا هذا دليل على جواز ذلك. فالصحابة الشاهد من قولي أنهم كانوا يقلدون الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتبعون غيره، حتى كبار الصحابة ما كانوا يقلد بعضهم بعض، يعني ما كان أحدهم يقدم قول عمر أو قول أبو بكر الصديق على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أي صحابي. ولذلك عبد الله بن عباس قال لهم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، قالوا أبو بكر وعمر فعل كذا وكذا، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذن هؤلاء علموا ما معنى إفراد النبي بالاتباع،
علموا ما معنى أنهم يفردون النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو قدوتهم وهو إمامهم، فلا يأخذون العلم ولا يتعبدون الله إلا بما تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل الذي لا يخفى على العقلاء ولا يخفى على من عنده يعني مسكة من العقل. لكن اليوم أردت أن أتكلم وأعرج على مسألة، وهي كان الله ولم يكن معه غيره. سبق وقد قلنا نتكلم على هذه المسألة. هذه المسألة وهي ماذا بدأ الخلق، كيف بدأ الله عز وجل الخلق. في عهدنا هذا بعض الشعراء يقول: جئت ولا أدري من أين جئت، لكن وجدت طريق فبصرت، فمشيت ولا أدري إلى أين أنا ذاهب. يعني هو يعيش في حيرة ويعيش في الظلام الدامس ولا يعلم أين يذهب ومن أين جاء ومن. فبعضهم يقول الأصل في الإنسان أنه قرد ثم تطور. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أبوك آدم، وهو يقول: أنا قرد ابن قرد وتطورت. تصوروا إلى العقول التي لا تعقل عن الله وإنما تتبع الهوى وما تحبه الأنفس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبلوا البشرى يا آل تميم. آل تميم قال قبيلة من العرب. قالوا: بشرتنا فأعطينا يا رسول الله. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يعطيهم، ما أرادوا أن يتعلموا الفقه ويتعلموا الدين وأصول الدين. ثم جاء أهل اليمن فقال لهم: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال: قبلنا يا رسول الله، وجئنا نسألك على أول الأمر. إذن أهل اليمن قال العلماء أنهم كانوا يفكرون أصلا ويتكلمون في حدوث العالم وكيف جاء، وهذه الأمور كانت ماذا؟ كانت قديمة موجودة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا دليل أن هناك من كان ينفي أن الله موجود، وكانوا يتكلمون على كيف بدأ العالم، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأحدثكم عن ذلك. فذكر أنه كان الله تعالى ولم يكن معه غيره، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث يبين لك أيها المسلم ما دورك في هذه الحياة، ويخبرك ويعلمك بما لا مجال للشك فيه أبدا، أن أول ما خلق الله جل وعلا أنه كان الله ولم يكن معه غيره، وفي رواية: ولم يكن معه شيء. وكلمة شيء أو لفظة شيء هي أعم العمومات عند علماء الأصول وحتى عند علماء اللغة. كلمة لما تقول لا شيء بمعنى لا شيء، لا يوجد شيء، ولذلك هي من ألفاظ العموم والشمول. كان الله ولم يكن معه غيره، وفي رواية: ولم يكن شيء معه. هذه الروايات بيّنت أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء من المخلوقات، ولم يكن معه غيره. كلمة غيره: كل مخلوق فهو غير الله، كل شيء فهو غير الله، لأن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. فكل ما كان غير الله
فهو ماذا؟ فهو مخلوق. كل ما كان غير الله فهو مخلوق. أما الله عز وجل فهو الخالق. إذن كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه غيره. هذا الحديث أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس دونه شيء، وهو الباطن الذي وهو الظاهر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الأول وهو الآخر. لماذا هو الأول وهو الآخر؟ لأن هذه المخلوقات إذا أراد الله عز وجل أن لا تكون لا تكون، لأنها ما أوجدت نفسها بنفسها، بل أوجدها الله. ولما أوجدها الله فهي مخلوقة وهي ملك له، هي مخلوقة وملك له في نفس الوقت، وهو يتصرف في ملكه كما يشاء وكما يريد. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله. هذا إجماع، لا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله. أي أمر من الأمور وجد في هذا الكون فاعلم أن الله أراده. الإرادة على كل حال سأتكلم عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذن من خلال هذا نقول كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه غيره، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. أظن هذا مرض. مرض. طهور إن شاء الله. شفاء الله. إذن وكان عرشه على الماء. أول المخلوقات الماء أو العرش؟ سبق وقد تكلمنا عن المسألة. نحن الآن نعيد ونختصر فقط الدروس التي سبقت. أول المخلوقات الماء. هذا الحديث يبين لك تسلسل المخلوقات، وأول المخلوقات هو الماء. أول شيء خلقه الله الماء، ثم خلق العرش. إذن أول المخلوقات، المسلم يعلم أن أول المخلوقات الماء. الماء ليس ماء البحر كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وإنما الماء الذي خلقه الله. الماء ليس له لون، الماء ليس له لون، وليس له رائحة، وليس له طعم. لا تستطيع أن تصف الماء. أبيض ليس بأبيض، كيف لونه؟ ولذلك وجعلنا من الماء ماذا؟ أول مخلوقات خلقها الله الماء. ولذلك الجميع يعيش بالماء، بما في ذلك الأرض. لولا الماء لمات الناس جوعا. ولذلك الماء هو أصل كل شيء. ثم خلق العرش. العرش سبحان ربك رب العرش عما يصفون، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. لم أفعل حتى. إذن من خلال هذا ندرك أن العرش مخلوق كذلك. العرش مخلوق، وكل ما كان مخلوق لا يقال هل هو أكبر أو أصغر من الله. كل ما كان مخلوق فهو ماذا؟ لا يقاس بالله، لا يقاس، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما يقاس قياس أولوية، وليس في جميع الصفات، في بعضها فقط. إذن العرش مخلوق، الماء، العرش، ثم ماذا؟ ثم القلم. أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب. قال وماذا أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق الله
كل ذلك وفق ما جرى به وكتب به هذا القلم. إذن القلم بعض العلماء اختلفوا هل العرش أو المخلوق أو القلم هو أو المخلوق. بعضهم قال القلم هو أو المخلوق لأن الحديث نص على ذلك، قال أول ما خلق الله القلم. وبعضهم قال القلم صحيح هو أول المخلوقات بعد العرش والماء، بعد العرش والماء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أن الله خلق القلم وكتب في كتاب عنده وضعه على العرش، وضعه على العرش. هذا دليل أن القلم خلقه الله بعد ماذا؟ بعد العرش. العرش، العرش من الجانب اللي هو السرير، سرير الملك. الملوك عندها عرش، الملك أي ملك عنده عرش يجلس عليه، يعني عرش هو السرير هذا الملك الكبير الذي يجلس عليه الملك. ها؟ ولكن عرش الله ليس كعروش الملوك الأرض، لأن ملوك الأرض ليس لهم ملك حقيقي باعتبار أن هذا الملك مكتسب عندهم، مكتسب. بمعنى ما معنى الملك المكتسب؟ مثلا ملكة بريطانيا لا تملك إلا أرض بريطانيا، وبعضهم يقول أنها تملك ولا تحكم، صح؟ هناك ملوك حتى قديما قالوا على كل منبر أمير المؤمنين، لما اختلفت الأمة وبدأ الصراع على الكرسي فأصبح كل منهم خليفة، عنده منبر ليس له من الخلافة إلا المنبر، يلقي على الناس كلام ثم بعد ذلك لا يوجد عنده شيء. إذن ملوك الأرض عندهم ملك لكن ملكهم قاصر، ملكهم قاصر، يعني لا تملك إلا أرض بريطانيا. الملك في المغرب عنده ملك لكن ملكه قاصر على الأرض التي يملكها، وهكذا ملوك الأرض. لكن ملوك الأرض كل منهم يريد ماذا؟ أن يكون هو الملك القوي الذي يحكم الجميع، فلما يجد فرصة على أي بلاد أو على أي أرض فماذا؟ يقتحم هذه الأرض ويهاجمها حتى يستولي على خياراتها، ويفعل ذلك ويوسع في رقعة ملكه. هذا مشاهد يعني. وقد يكون ملك يقال له ملك ولا يحكم في شيء، هناك ربما زوجته هي التي تحكم، هي التي تجوز، وهناك ربما عصابة تحكمه من قادة الجيش وما إلى ذلك. إذن الملك قاصر، ملك هذا الملك الدنيا ملك قاصر وزائل، لأن هذا الملك أصلا كان صغير ثم كبر ثم ترعرع ثم ذهب إلى المسجد ثم ذهب إلى المدرسة ثم إلى أن ماذا؟ وصل ملك. وملوك الأرض إما يأتي بالقوة عنده شوكة عسكرية ويأتي هكذا ويهاجم بلاد ما أو شعب ما أو ينقلب على رئيس أو يخرج عليه أو ما إلى ذلك ويفرض نفسه ملك، أو طريقة أخرى أن أباه كان ملكا ثم كان ملك ثم مات يترك له الحكم ويبقى من بعده ملك، وإن كان هو ولد صغير لا ليس عنده شيء يولد مباشرة ملك. إذن هذا الملك ماذا؟ ملك قاصر. أضف إلى هذا أن ملوك الأرض يحتاجون إلى أعوان، يحتاجون إلى وزراء، يحتاجون إلى قادة جيوش، وإلا لا يستطيع أن يفعل شيء، من غير هؤلاء لا يستطيع أن يفعل شيء. يعني إذا لم يكن معه أهل الشوكة والقوة والقادة الفكر والعقل والثقافة والسياسة وما إلى ذلك والعلماء فلا يستطيع أن يفعل شيء. إذن هو دائما ماذا؟ يفتقر إلى غيره لكي يجوز هذا الملك، وإلا ماذا؟ ممكن ينتهي. قديما في التاريخ الإسلامي
بعض الخلفاء حكم يوما واحدا وخلع، بعضهم حكم 15 يوم وخلع، بعضهم حكم شهرا وخلع. كانت الأمة الإسلامية أمة حية تنتفض على الظلمة وتفرق بين خروج الخوارج وخروج الذي يبطل الباطل ويظهر الحق. ولذلك هذه الأمور أوروبا تعلمت من المسلمين، لأن كانت الكنيسة تستعبد الناس للملك وللملوك، بخلاف الأمة الإسلامية كانت أمة عزيزة، أمة لا تعبد إلا الله. فبالتالي ملوك الأرض دائما يحتاجون إلى أعوان، إلى وزراء، إلى علماء، إلى كذا إلى كذا، وإلا لا يقوم لهم، لا يكون عندهم ملك. أضف إلى هذا أن هذا الملك سيموت يوما ويترك الملك. من الحي؟ الله عز وجل. ملكه لا ينتهي ولا يبقى. ولذلك أنت ترى منذ أن خلق الله عز وجل الكون والعباد يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعمه وفي ملكه، ولم ينقص من ملكه شيء، لم ينقص من ملكه شيء. أنظرتم قبل ربما قرنين أو 3 قرون لم تكن هذه التكنولوجيا موجودة. الناس كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون ويتمتعون، وبعضهم يصف لك القصور ويصف لك البساتين، ولا كأنك ماذا، ربما أفضل مما تشاهد لها الآن، كان طبيعي. لكن اليوم هذه الثورة الهائلة، الثورة الصناعية والثورة خاصة بصناعة الأسلحة بالتكنولوجيا بكذا، هذه ثورات من أين جاءت؟ جاءت من ملك الله. يعني لم يأتي شخص صنع شيء من لا شيء وجاء به، وإنما الله عز وجل خلق مواد، هذه المواد يأتي هذا الإنسان ويحولها من شيء إلى شيء. الحديد من خلقه الله؟ قديما كان الحديد يستعملون السيف والرمح وأشياء كثيرة به. اليوم تطور الحديد في سيارات، في كذا، في طائرات، في مدافع. إذن الإنسان حول مادة الحديد من حديد إلى ماذا؟ إلى أشياء كثيرة يصنعها. هذا ليس أكثر، هذا يعود طبعا لعقل الإنسان وللعقل الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان. كيف يفكر هذا العقل؟ لأن العقل لا حد له في التخيلات. يعني أنت بإمكانك أن تتخيل أشياء كثيرة، لا حد لي كي تتخيل، لكن ممكن دائما يبقى هذا التخيلات، تبقى تخيلات محدودة. أنت لا تستطيع أن تتكلم على ما تحت 7 أراضين، حتى إذا تكلمت تتكلم بالتخيلات، ربما الدراسات العلمية وكذا وكذا، وتكون تخمينات علمية قد تصيب فيها وقد تخطئ وقد تكون غير صحيحة أصلا ما تذكر وما تقول. حتى ما اكتشفوا الآن في هذا الكون، ما يوجد في السماء وما يوجد في الأرض وما يوجد من كذا، هذا ربما لا يساوي 10% اكتشفوا ما يوجد في هذا الكون، أو أقل من 10%. وكثير من الناس ينبهر ويقول وصلوا كذا وفعلوا. هو صحيح أنهم فعلوا، صحيح أنهم، هذا يعود لمن؟ يعود لهذا العقل الذي خلقه الله. ولذلك بعض العلماء خاصة المعتزلة يقولون أول ما خلق الله العقل. أنا سبق وقد قلت أول ما خلق الله من؟ الماء، العرش، القلم، والكتاب الذي كتب، ثم وضع ذلك على العرش، ثم سبحانه وتعالى بدأ الخلق. هكذا بدأ الخلق، بمعنى لما جرى الكتاب وكتب الله ما كان وما يكون، بدأ علم الله ينفذ على الأرض، على جميع المخلوقات. مثال ذلك، لو أنا عندي قطعة أرض، هذه قطعة أرض أريد أن أبني عليها قصر، أأتي بمهندس معماري أقول له أنا أريد قصر فوق هذه الأرض، يبدأ هذا المهندس يخطط مثلا
المستودع يكون هنا، البيوت كذا، المنافذ كذا، سقف البيت كذا، يعني ربما أطباق فيما يخص الطابق الأول أو الثاني أو الثالث، فهو يضع كل ذلك على ماذا؟ على ورق. هذا يسمى ماذا؟ التصميم. ثم بعد ذلك يبدأ من؟ يأتي من يعمل ويبدأ في الصناعة، فيخرج القصر مثل ما رسمه هذا تماما، كما قال الباب هنا يكون هنا، المستودع هنا هنا، البستان يكون هنا هنا، النوافذ، كل شيء يكون على ما هو موجود في ما صممه. أين كان هذا التصميم؟ كان في علم المهندس، صح؟ كان في علم المهندس، لكن هو صممه وأعطاني الورقة حتى أفعل لنا مثل ما قال لي، لأنني أنا لست مهندس. ها؟ ممكن أنا مثلا أساس البيت ربما لا أتقن كم أعمل كمية المواد حتى يبقى القصر قوي، وربما حتى يكون ضد الزلازل. إذن هذه الأشياء كانت في علم من؟ كانت في علم هذا المهندس، شخص يصنع الحاسوبات. أنت تقول له عندي حاسوب حصل له كذا كذا، يقول لك أنت عندك مشكلة كذا وكذا. من أين جاء هذا؟ في علمه، عنده علم هذا. طيب، الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، لما خلق القلم قال له أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الجلسة التي نتكلم ما مكتوبة، كل ما كان في ذلك الكتاب أو كل ما كتب في ذلك الكتاب فلا يكون في هذا الكون إلا ما سبق في ذلك الكتاب. جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم، قبل 40 سنة. رب لا، 500 سنة. ها، 500 سنة بين السماء والأرض، 500 سنة بين العرش، بين العرش والكرسي مسافة 500 سنة. هذه أحاديث صحيحة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين السماء والسماء 500 سنة، وبين العرش والكرسي 500 سنة، والكرسي أمام العرش كحلقة في أرض فولات. العرش هو أعظم المخلوقات، ولا تستطيع أن تتصور حجم هذا العرش. هل للعرش حد؟ هل للعرش حد؟ نعم له حد. ما من مخلوق إلا وله، ما من مخلوق خلقه الله إلا وله حد، وله صفات، وله ذات، وله ما هي خاصة به. وقال الله في كتابه: وترى الملائكة حافين من حول العرش. هذا دليل على العرش عنده حد، يعني حافين من حول العرش، يعني يطوفون في شاطئ العرش. إذن العرش له حد. أنت حينما تتكلم على علم الله عز وجل، فعلم الله فهو العلم المطلق الذي يعلم الأشياء التي هي كائنة والتي ستكون، والتي إذا كانت ولم تكن كيف تكون، فهو يعلمه سبحانه وتعالى. فعلم الله علم مطلق، ولذلك لا يجوز أن تصف الله عز وجل إلا بالعليم، إلا بالعليم. فالله سبحانه وتعالى عليم، عليم لأن الله عز وجل يتصف بالعلم المطلق. علم الله علم. طيب، المهندس الذي يهندس يصمم العمارات والبيوت، هل عنده علم مطلق؟ لا، ليس مطلق، ليس مطلق. ربما لا يحسن إلا
ربما أمور تعني لو تسألهم مثلا عن أشياء خارجة فيما يخص التصميم يقول لك اذهب إلى الميكانيكي، لو توقفت سيارته مثلا يذهب إلى الميكانيكي ويسأل. إذن العلوم الله وزع العلوم على عباده وجعل فوق كل ماذا عليم. الناس متفاوتة في العلم، الناس إذا متفاوتة في العلم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قد يكون أفضل من هذا، وهذا قد يكون أفضل من هذا. إذا نحن نؤمن أن الله عز وجل وزع العلم على عباده، فالعلم بالنسبة لنا هناك علم لدني الله عز وجل وآتيناه من لدنا علم، هذا من عند الله. الأنبياء الله أعلمهم علمهم، لكن هناك العلم المكتسب. العلم المكتسب أنك أنت من تكتسب، تبحث عن العلم حتى تتحصل عليه. تبدأ صغير، أنت لا تحسن شيء في تصليح السيارات، وتبدأ تبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ماذا تصبح يعني تصلح السيارة والشاحنة وكل الأشياء التي تصبح عندك خبرة وعندك علم. إذا أنت تكتسب العلم، هناك علم أنت تكتسب. حتى في العلم الشرعي، العلم الشرعي الناس تذهب وتبحث عن العلم وتسأل عن العلم وتتعلم العلم، من غير هذا لا تستطيع. الدكاترة يعني المتخصصين في علم الطب، المتخصصين في أشياء كثيرة، كل منهم هو يذهب بنفسه ويطلب العلم فيتحصل على العلم. نعم، حتى آدم عليه السلام علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. أسماء كلها، العلماء يقولون آدم أعلم من الملائكة. يعني بعض العلماء ممكن سبق وقد أشرت لما فصلنا البقرة، ليس هنا في أعتقد في البارتوك، ليس هنا فصلت البقرة لكن في البارتوك لم أصل إلى الآية هذه، في البارتوك وصلت إليها. الخلاف، بعض العلماء يفضلون يقولون الإنسان هو أعلم من الملائكة، وبعضهم يقول الملائكة أعلم. في الأفضلية، هل الملائكة أفضل من بني الإنسان أو بني الإنسان أو بني آدم أفضل من الملائكة؟ الأفضلية. فبعضهم يقول هذا دليل أن من هذه الآية، يقولون هذا دليل أن بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل سألهم لم يجيبوا ولم يردوا على سؤال الله عز وجل، لكن لما سأل آدم فآدم أجاب، وعلمنا آدم الأسماء كلها ثم عرضناهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن آدم تكلم وبين ما طلب الله عز وجل منه. إذن من علم آدم؟ الله عز وجل. كلا، كيف ألهمه العلم؟ ألهمه العلم. ما هي هذه الأسماء؟ أسماء، العلماء يقولون أسماء كل شيء، كل شيء، ما من شيء إلا وآدم عليه السلام يعلم ذلك الاسم. بعض العلماء يقولون اللغات، كل اللغات. وبعض العلماء في تفسير ما علم الله عز وجل آدم. فالعلماء عندهم ماذا؟ عندهم أقوال، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنه علمه أسماء الأشياء، كل الأشياء، وبما في ذلك اللغات. لأن هناك من يقول اللغات يعني وضعت والناس تعارفوا عليه، ولكن هناك من يقول أن اللغات يعني الأصل فيها أنها آدم عليه السلام كان يعلم هذه اللغات، وبعد ذلك كانت في أبنائه من بعده. يعني اللغات هي آية من آيات الله عز وجل. أنت ترى يعني في الصومال عندهم لغة، في إريتريا لغة، في
بنغلاديش لغه، في الهند لغه، في بريطانيا لغه، في فرنسا يعني لغات كثيره. في الهند الهند وحدها ربما عندها اكثر من 1000 لهجه، الهند اكثر من 1000 لهجه، وفي باكستان وفي روسيا. روسيا كذلك يعني من الاشياء التي اسقطت روسيا هي تعدد اللهجات اللغات. يعني الناس بعد ذلك لا يفكر روسيا ديكتاتورية قمعية. إذا نحيي ماذا؟ الأمن والقومية الوطنية لنبني دولة خاصة بلغتنا وبكذا هكذا. هذه من الأشياء التي ساعدت على ماذا؟ على سقوط الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. الصين نعم طبعا، والصين حدث على البحر ولا حرج. شيخ، فيها آية كل قوم يتحدث بلغته، وجود آية والله من يتبتها. ها وجعلناكم قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه ليست يعني لا تدل على إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات. نعم هذه الآية، الاختلاف في الألسنة والاختلاف في اللون، هذا أبيض هذا أسمر هذا طويل هذا قصير هذا أحمر هذا هذه كلها من آيات الله. والآية هي العلامة التي تميز الشيء عن غيره. خرجنا على الموضوع، نرجع إلى العرش. إذا العرش هو أول ماذا؟ هو ثاني المخلوقات. أول ما خلق الله عز وجل الماء، ثم خلق العرش، ثم القلم، ثم الكتاب الذي وضعه على العرش، ثم بدأ خلق المخلوقات. أيها المؤمن، عندك أنت دليل بما هو كائن وكيف بدأ الأمر إلى أن ينتهي. أنت تؤمن باليوم الآخر، نحن نؤمن باليوم الآخر. إذا أنت تؤمن على كل حال كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته. إذا أنت مت فهذه قيامة بالنسبة لك، لكن هناك القيامة الكبرى، القيامة الكبرى التي يجمع فيها الله عز وجل كل الخلق، لا يبقى شيء من هذا الكون. أنت عندك علم، لو تذهب إلى علماني أو شيوعي أو ديمقراطي أو متحضر أو سميه ما شئت، لو تسأله هذا الأمر يقول لك أنا لا نؤمن بهذه الأشياء، أنا كل واشرب وتمتع وهذه هي الجنة، بعد ذلك ينتهي شيء. كيف بدأ هذا الكون؟ من أين أنت جئت؟ كيف خلقك الله وأجراك مجرى البول مرتين؟ كيف كيف؟ فهو كأن الأمور لا تهمه، يهمه الآيباد ويهمه الشوكولاتة الطيبة والحشوب والسيارة وبعد ذلك يذهب وينتهي. فالمسلم خلاف ذلك، المسلم يعلم ما يجري ويعلم أن الأمر يعني إما يذهب إلى الجنة وإما مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويعلم كيف بدأ الله عز وجل. أخبره الله كيف بدأ الخلق وكيف أن الأشياء لم تكن ثم كانت، وكيف أوجدها الله من عدم، وكيف خلقه الله عز وجل وأجراه الله سبحانه وتعالى بسنن كونية. مثلا لا يختلف المسلمون والنصارى لا يختلفون أن مريم عليها السلام أنجبت من غير رجل، هذا اتفاق بين المسلمين والمسيحيين والنصارى. لكن اليهود يقولون العكس، اليهود يقولون مريم زانت ورجمناها وكذبت على الله وأنجبت ابن زينة فرجمناه وانتهى أمره. اليهود لا يؤمنون بأن عيسى عليه السلام رسول أو نبي. الآية ما معنى الآية؟ سورة مريم، سورة مريم الله عز وجل يبين لك قدرته في مريم. أنت لما تسمع جمهور النصارى، كل النصارى يعتقدون بما لا شك فيه أن مريم أنجبت من غير زوج، ونحن القرآن الكريم أقر هذا وتكلم على ذلك وبين أن مريم عليه السلام بريئة من الزنا وأنجبت من غير رجل.
هذا دليل على ماذا؟ دليل على قدرة الله. هذا دليل على قدرة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يخرق السنن التي أجراها. كيف يخرق السنن؟ حتى تعلم أنه على كل شيء قدير. لو أن الله عز وجل خلق مريم عليها السلام وخلق ابنها عيسى بزوج، فأنت تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن لما يخبرك أن مريم أنجبت من غير أب فأنت هذه علامة وآية، علامة وآية. ولذلك الله عز وجل يرد على النصارى لما قالوا أن عيسى ابن الله، ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بمعنى إذا كان عيسى مثل ما تقولون هو ابن الله أو هو الله، الأفضل والصحيح أن يكون آدم، أليس كذلك؟ لأن آدم لم يعش في بطن امرأة وأحشائها، ولم يخرج من فرج امرأة، هو الذي قد يكون إله، ولم يرضع ثدي امرأة، ولم يعش مع الناس هكذا صغير ويكبر وينمو. آدم مباشرة رجل، خلقه الله رجل. إذن كان المفروض أيها النصارى، يا من تعتقدون أن عيسى ابن الله أو هو الله، إذا هذه العقيدة إن صحت فمن باب أولى أن يكون آدم، لأن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم. أما عيسى خلقه الله عز وجل وأجراه، أجراه مجرى البول مرتين. إذن هذا دليل، هذا دليل على ماذا؟ على قدرته. طيب، أعتقد الأسبوع القادم بإذنه سبحانه وتعالى نتكلم على مسألتين. نتكلم على مسألة رؤية الله عز وجل واستواء الله عز وجل على عرشه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. من عنده سؤال أو كذا فليتفضل، أو نختم إن شاء الله. رضيت بالله رضيت.